من أروع أنواع الخبز، مليء بالألياف من الفواكه والخضروات. بنجيب أي نوع من الحبوب، الشيلام أو القمح أو الشعير، أو بنجيبه مطحون وجاهز، أنا طحنته في البيت. بنجيب قالب وبنوضع عليه دهون وقليل من الدقيق. أوضعوا أي نوع فواكه أو خضروات أنتم بترغبوا فيه، أنا حستخدم البلو باري. بوضع ماء دافئ، بوضع قليل من الملح، وبوضع الخميرة، وبطحن، بوضع الدقيق بالتدريج، يعني كمية الدقيق حسب نوع الخضروات أو الفواكه اللي انتو استخدمتوها. وهيك أصبحت جاهزة، نوضعها بالقالب وبنتركه حتى يرتاح تقريبا من نص ساعة إلى ساعة حتى يضاعف حجمه. بنشغل الفرن مسبقا على 200 درجة مئوية، بنوضع بالرف الأوسط لمدة 30 دقيقة، وهيك بنتركه يبرد تماما. بعد ما يبرد احنا بنقطعه. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. في أمان الله.